أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، والبداية بأهم العناوين. المبعوث الأممي يطالب أطراف الحوار بسرعة إنجاز الاتفاق السياسي، والمجتمع الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة في ليبيا. عقيل صالح يكشف عن وجود مساع للقاء رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، ويقول إن الصلح مطلب شرعي لن أرفضه. أعضاء حكومة الإنقاذ المصغرة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر، وبلديات طرابلس في اجتماعها تطالب بصرف الميزانيات لها. السلام عليكم ورحمة الله. طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر الأطراف الليبية بسرعة الانضمام إلى الاتفاق السياسي. وقال كوبلر في تصريح عبر موقع البعثة اليوم الجمعة إن القطار يسير بسرعة نحو التوقيع، وعلى الجميع الانضمام إليه على حد وصفه. كما وصف المبعوث الأممي اجتماعاته بالجيدة والمثمرة على حد قوله مع أطراف الحوار الليبي والمجتمع الدولي. يشار إلى أن المبعوث الأممي كان قد أجرى عددا من اللقاءات في زياراته الأيام الماضية لطرابلس وطبرق والقاهرة وتونس والجزائر وعدد من دول الاتحاد الأوروبي حول استكمال جولات الحوار السياسي الليبي. شددت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الاجتماع الذي جمعهما على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية المنعقد في بلغراد على ضرورة حشد العمل الدولي للدفع باتجاه اتفاق داخلي على حكومة وحدة وطنية في ليبيا. وأكد المسؤولان على أهمية الالتزام الدولي قبل انعقاد لقاء روما الخاص بليبيا المقرر عقده في 13 من شهر ديسمبر الجاري. من جهته أشار وزير الخارجية الإيطالي باولو جينيتيلوني إلى أن لقاء روما الوزاري الدولي حول ليبيا يأتي لجمع كل المهتمين بالشأن الليبي، مشيرا إلى أنه بوسع المؤتمر أن يعطي دفعة حاسمة للمسار الليبي. أفاد ميلودا زوايا الناطق باسم القوات الصاعقة التابعة لحفتر بأن حصيلة قتلى قوات الصاعقة في معارك مدينة بنغازي خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 27 قتيلا. أضاف زوايا في تصريحات لموقع جوانات الإخباري أن قوات الصاعقة تكبدت أيضا 36 جريحا أصيبوا في الشهر نفسه خلال القتال في محاور الصابري وسفرج والليث وبعطني. أكد عضو مجلس النواب المنعقد بطبرق أحمد شهوب أن لجنة الحوار التابعة للمجلس لم تشكل بعد، وأن عملية الانتخاب سوف تكون بتقديم الأعضاء الراغبين بالمشاركة. أضاف شهوب بأنه سيتم التصويت على أعضاء اللجنة بإحدى جلسات المجلس. كما لفت شهوب إلى أن أعضاء اللجنة من مجلس النواب الذين سبقت لهم المشاركة في الحوار مع المبعوث السابق برناردينو ليون لا يحق لهم المشاركة مجددا بهذه اللجنة المفوضة من قبل المجلس للمشاركة في مجريات الحوار السياسي الليبي. كشف رئيس مجلس النواب المنعقد بطبرق عقيل صالح عن وجود مساع للقاء مع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين. صالح أضاف في تصريح تلفزيوني أن الصلح مطلب شرعي لن نرفضه، مشيرا إلى أن الأزمة في ليبيا لن تحل إلا من قبل الليبيين أنفسهم، وأن يكون الحوار ليبيا، مؤكدا على وجود اتصالات بين أعضاء من المؤتمر الوطني وآخرين من مجلس النواب المنحل
لتحقيق الاتفاق السياسي بشكل مباشر بين الطرفين. أدى أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني المصغرة اليمين القانونية أمس الخميس أمام رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، وشهد مراسم تأدية اليمين القانونية التي عقدت بمقر المؤتمر الوطني العام بطرابلس النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام عوض عبد الصادق. يشار إلى أن المؤتمر كان قد اعتمد خلال جلسته اليومين الماضيين مقترح حكومة مصغرة مكونة من 12 وزيرا برئاسة خليفة الغويل. هذا وأكد رئيس الحكومة خليفة الغويل أن الحكومة المصغرة لن تكون حجر عثرة أمام التوافق، مضيفا أنها ستكون الداعم الأول لأي اتفاق بين أطراف الحوار الليبي. كما نود التذكير أن هذه الحكومة لن تقف حجر عثرة في طريق التوافق الليبي، بل ستكون داعمة له وبكل قوة. كما أود أيضا التوجه بالشكر لأخوتنا الوزراء الذين كانوا معنا وما تحملوه معنا من أعباء خلال الفترة الماضية. جدد عدد من عمداء بلديات طرابلس الكبرى في اجتماع عقد بتاجورا بالعاصمة طرابلس مطالبتهم للحكومة والمؤتمر بضرورة صرف الميزانيات اللازمة حتى يتسنى للبلديات العمل على توفير الخدمات للمواطنين. كما اتفق عمداء البلديات بطرابلس على اختيار رئاسة مؤقتة تكلف بالتواصل مع بقية بلديات ليبيا والمؤسسات العامة والخاصة والترتيب للقاء الأعيان وكافة الجهات الأمنية التي من شأنها أن تسهم في تأمين العاصمة طرابلس. البلديات في اجتماعها أكدوا أنه قد تم الاتفاق على أن الشأن السياسي هو من اختصاص المؤتمر والحكومة وليس من اختصاص البلديات، مشيرين إلى أن دورهم يقتصر على الجانب الخدمي فقط. كما ناقشت بلديات وأعيان وحكماء المنطقة الغربية المشاكل التي تعاني منها بعض مدن المنطقة الغربية جراء إغلاق الطريق الساحلي والخطف على الهوية. الاجتماع الذي احتضنته مدينة الزاوية صباح اليوم الخميس ضم مندوبي 18 مدينة من المدن المتضررة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا، 3 أعضاء من المنطقة الغربية الساحلية و3 من المنطقة الغربية الجنوبية و3 من مناطق طرابلس وجنزور وعضوان من اللجنة العسكرية. ذلك وسيعقد يوم الأحد القادم لقاء حواري تقابلي بين هذه اللجنة ووفد من منطقة ورشفانة تحت رعاية قبيلة من قبائل ورفلة وترهونة والمقارحة. أصدر المجلس البلدي صبرات بيان أكد فيه على سعيه الجاد نحو بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ العدل والوسطية ونبذ العنف والتطرف والإرهاب. المجلس في بيانه استنكر اتهام المدينة بالإرهاب دون وجود دليل واضح على ذلك، داعيا بذلك جميع وسائل الإعلام إلى ضرورة الاعتماد على مصادر رسمية داخل المدينة في نقل الأخبار. ولا يتحمل المجلس مسؤولية أي تصريحات تصدر عن جهة أخرى نافياً وجود أي معسكرات خاصة بتنظيم الدولة في المدينة بحسب البيان. أصدر المجلس البلدي جدابيا قراراً يقضي بتعيين 16460 مواطناً من نقاط البلدية
المجلس في بيان له قال إن هذا القرار جاء بعيد تصريح عميد البلدية سالم الجدران بشأن شروع المجلس في استقبال ملفات المواطنين العاطلين عن العمل وتوظيفهم في عدد من المكاتب التابعة للبلدية. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي للحد من الظواهر السلبية والبطالة التي تعاني منها المدينة حسب البيان. افتتحت شركة والبريغا لتسويق النفط الخميس مستودع خزاناتها بمطار طرابلس الدولي الذي دمر إبان معركة تحرير المطار في أغسطس من العام الماضي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. دشنت شركة البريغا لتسويق النفط خزاناتها المعدة لتزويد مطار طرابلس الدولي بعد توقف دام أكثر من سنة ونصف السنة، وذلك إثر تعرضه للإتلاف إبان ما يعرف بمعركة تحرير المطار في يوليو 2014، تدشين جاء بعد أعمال صيانة للمستودع التي دامت قرابة السنة. هني كل الليبيين الافتتاح المبارك لمستودع مطار طرابلس العالمي، وهذا فعلا يعتبر انطلاقة لافتتاح مطار عالمي. وزير النفط والغاز من جهته أكد خلال حضوره فعاليات التدشين دعم الوزارة للشركة، وجدد دعوته للحفاظ على مكتسبات الوطن وقوت الشعب الليبي، مستبعدا تأخر عودة حركة الطيران من وإلى مطار طرابلس الدولي بعد استكمال الإجراءات اللازمة. أتمنى يعني كل الناس اللي في باقي ربع ليبيا كله رجال وعلى يعني على 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 همة ومسؤولية زي ما لاحظنا في شركة البريغا. إن شاء الله إن إحنا على دأب في الموضوع هذا، وربي يوفقنا على الأقل نعجل في فتح مطار إن شاء الله. لئن بدا تدشين مستودع نفط مطار طرابلس الدولي احتفاليا في شكله، إلا أنه يحمل في طياته رسائل قوية للعالم، مفادها أن ليبيا تخطو خطواتها بثبات في انتظار قفزة فوق كل خلافاتها تجمع كل الليبيين على كلمة سواء. وبالعودة لاجتماع بلديات طرابلس والتي طالبت بضرورة صرف الميزانيات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، ينضم إلي مباشرة عبر الهاتف السيد حسين بن عطية عميد بلدية تاجورة. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم أحبين، ونشكر قناة بانوراما لتغطية هذا الحدث. مرحبا سيد حسين، لو تضعنا في صورة الاجتماع الذي عقد يوم أمس الخميس من حيث الحضور وجدول الأعمال، وماذا أفرز عنه؟ طبعا مرت مدينة طرابلس في المدة الماضية بأحداث أمنية متتالية متلاحقة مؤلمة استدعت كل المهتمين بأمن ليبيا عموما وأمن العاصمة خصوصا. اجتمعوا مدى البلديات لتحديد موقف من لتطالب الجهات الرسمية والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في هذا المجال، وتفعيل دور السرايا و التابعة للأجهزة الأمنية، لأن الحقيقة عمل بلديات يتأثر مباشرة بالجانب الأمني، انتشار الجريمة والخطف والابتزاز وما تم من عمليات على الهوية، هذا أمر اضطر البلديات لإيقاف بعض أعمالها للانشغال بقضايا جانبية وهي مناط بها تكاليف جسام، وفي مرحلة صعبة استدعت أن يتم هذا الاجتماع. ما تم الاتفاق عليه هو تفعيل مجلس بلدية طرابلس الكبرى باعتبار غياب المحافظة طرابلس، ليس هناك جسم يجمع بلدية طرابلس الكبرى 13، فهذا المجلس سيهتم بشؤون المحافظة إلى حين انتخاب محافظ طرابلس الكبرى. البلديات لا تتلقى ميزانيات أو دعم، وليس لديها إيراد محلي حيث هي ممنوعة بحكم القانون. نحتاج إلى مصادر دخل بديلة، إما أن تسمح الجهات الرسمية للبلديات بجباية الإيراد أو أن تدعمها بميزانية حتى تقوم بأعمالها ودورها الخدمي. سيد حسين لو سمحت لي،
نعم سيد حسين، هل وفرت لكم حكومة الإنقاذ ميزانية تسييرية تساعدكم على تسيير الأعمال في البلديات؟ الحقيقة سيلت الحكومة ميزانية ولكنها لا تكفي إلا للجهاز الإداري والقيام ببعض الأعمال البسيطة. البلديات تعاني، ولكن إذن كيف تقوم البلديات بأعمالها دون ميزانيات هكذا؟ نعم، هناك أمور تتيسر لبلدية دون الأخرى، ممكن هناك دور رجال الأعمال، هناك العقود الآجلة، هناك عقود تفعيل العقود القديمة، لكن هذه قد تتاح لبلدية دون أخرى. هناك اجتهادات معينة من البلديات نفسها بحيث تجمع أموال صناديق دعم للصحة للمشروعات، ولكن هذه تبقى دائما خجلة أمام المتطلبات. المرحلة كبيرة جدا، لدينا إشكاليات كبيرة في الصحة، في التعليم، في الطرق، في البنية التحتية. هذه تحتاج إلى وضع أمني مستقر لنستطيع أن نجذب المستثمر المحلي والخارجي. بدون أمن لن يتحقق. طبعا حالة التشدد في غياب المحافظة، طرابلس محافظة، عدم وجود جسم يمثلها يجعل دور البلديات مشتت موزع بين 13 بلدية، فلا بد من تخليل هذا الجسم. اخترنا له رئاسة مؤقتة دورية لمدة شهر، ثم تختار رئاسة أخرى ينط بها بعض المهام، دعوة الاجتماعات، التواصل مع الجهات الرسمية، إعداد النظام الأساسي واللائحة الداخلية. دار نقاش مهم جدا، وهو دور البلديات، هل هو خدمي وهل يمكن أن يسمح لها بالمشاركة في العمل السياسي؟ كان الجو التأكيد على أن البلديات خدمية ولا علاقة لها بالسياسة. بالتأكيد هناك وجهات نظر مختلفة، ولكن كان الرأي السائد هو أننا انتخبنا لهذا الجانب، وإذا انشغلنا بجانب السياسة فسنضيع الواجب المنوط بنا كعمداء بلديات لتقديم الخدمات، وهذا يوجه للبلديات التي تشارك أو تتبنى العمل السياسي. سيد حسين، هنا لو سمحت لي بتفاعل بسيط. سيد حسين، ألا ترى أن العمل السياسي أو العمل الاجتماعي والخدمات المنوط بالبلديات هو في شكل تداخلي مع بعضه في سبيل الخروج بطريقة تشاركية توافقية من الأزمة التي تعيشها ليبيا؟ إذا فتح الباب لكل مسؤول في الدولة يشارك في العمل السياسي، فأعتقد أنها ستكون الفوضى. من يمثل البلديات؟ لدينا 100 بلدية في ليبيا. من هي البلدية التي تشارك في الحوار، تشارك في التوقيع أو أن تكون ممثلة عني؟ أنا ممكن وجهت لها دعوة، ولكن هناك بلديات تحتاج، لديها الحق أن تقول صوتها. لماذا تمنع بعض البلديات من المساهمة في الحوار؟ إذا كان هو واجب وطني فهو حق للجميع، لماذا تستثنى منه بعض البلديات الأخرى؟ هناك إذا هناك بعض البلديات تقول أنها جسم منتخب ولديها الحق أن تقود المرحلة، أقول أن لجنة 60 لإعداد الدستور هي جسم منتخب وهي أقرب للقانون من البلديات، لأنها منتخبة لإعداد الدستور الذي سيقود المرحلة القادمة. فأقول من حق لجنة 60 أن تطالب بأن تكون في السياسة، في العمل السياسي. نعم سيد حسين بن عطية، عميد بلدية تجرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أما أنتم أعزائي المشاهدين، فحصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. عمداء بلديات الجنوب يناقشون الأوضاع بالمناطق الجنوبية ويدعون البلديات الأخرى إلى المشاركة في اجتماع غات. افتتاح معرض ليبيا الدولي الأول لثمار الزيتون في طرابلس. أينما كنت في ليبيا، انقل الحدث. أنا الخبر تطبيق جديد من نوعه تتيحه لك للبي سي. التقط الخبر بالكاميرا، أرسل، حمل التطبيق على جهازك عن طريق أب ستور أو جوجل بلاي. يمكنك إرسال خبرك عن طريق موقعنا الإلكتروني www.innews.ly.
كما يمكنك زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو عن طريق الفايبر على الهاتف 094-467-1683. قد تتحصل على مبلغ مالي يصل إلى 200 دينار، وهذا على أهمية الخبر. وثق وأرسل. أنا الخبر، المشهد بعدستك على الـLBC. كن أنت الخبر. أهلا بكم. ناقش عميد بلدية سبها المكلف قدفي أبو سعدة أمس الخميس مع عدد من عمداء بلديات الجنوب ومدير مديرية أمن سبها وعدد من أعضاء حكماء المدينة بقاعة المجلس البلدي، ناقشوا المشاكل الأمنية التي تمر بها بلديات الجنوب والأوضاع الإنسانية بالمنطقة الجنوبية. يشار إلى أن الاجتماع قد حضره عمداء بلديات براك الشاطئ والقرضة وغات ووادي عتبة. كما دعا عمداء بلديات الجنوب في بيان لهم كافة عمداء ليبيا للمشاركة في اجتماع بلديات ليبيا المزمع عقده ببلدية غات جنوبي البلاد. نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا وحرص منا على المصلحة العامة وتوحيد الكلمة وتكاتف الجهود من أجل بناء الوطن والحفاظ عليه، نعلن نحن بلديات المنطقة الجنوبية دعمنا اللامحدود لاجتماع بلديات ليبيا والذي سينعقد بإذن الله في مدينة غات يوم الخميس الموافق 10/12/2015، ونوجه الدعوة إلى جميع بلديات ليبيا لحضور هذا الاجتماع. وينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف من سبها مراسلنا من هناك محمد البكوش. محمد أهلا بك. نعم أخي محمد، هذا الاجتماع اجتماع بلديات الجنوب الذي عقد يوم أمس، نعم، حضره يعني سجل في هذا الاجتماع غياب ل يعني قرابة 13 عميد بلدية منتخبين حسب ما تم انتخابهم، وكان بحضور عميد بلدية واحد فقط منتخب وهو السيد محمد نصر عميد بلدية براك الشاطي، وبحضور عميد مكلف وهو العميد المكلف لبلدية سبها. هذا الاجتماع أخي محمد حسب ما ذكر لي أحد أو حسب ما ذكر لي السيد حميد المشاي عضو المجلس البلدي قرد الشاطي، قال أن هذا الاجتماع يعني جاء بدون تنسيق، لأن كان هناك حسب ما علمت أن هناك لجنة تواصل تم اختيارها في الاجتماع الثاني الذي عقد قبل شهر أو قبل شهر أو أكثر من شهر في منطقة براك الشاطي. كان هناك اختيار لجنة للتواصل مع بلديات ليبيا وللتواصل مع الحكومة ومع الجهات والمؤسسات الأخرى في الدولة الليبية. إذن هذا الاجتماع حسب ما ذكر لي السيد أحمد أنه نعم أسمعك محمد تفضل. يعني حسب ما ذكر أن الاجتماع غير رسمي باعتبار أن لم يحضره يعني من 17 عميد بلدية لم يحضر سوى عميد بلدية واحد فقط منتخب وعميد مكلف، وسجل غياب 13 عميد بلدية. وهنا ما اعترض عليه بعض الأعضاء الآخرين وهم من يمثلون لجنة التواصل التي تم تشكيلها والتي يفترض أن يكون هناك تنسيق معها لعقد هذه الاجتماعات. هذا بالضبط ما حصل في هذا الاجتماع أخي محمد. طبعا الأمور الأخرى، أبرز ما حدث اليوم مساء كان هناك اجتماع للأندية أو الأندية الرياضية بالجنوب، طبعا كان هناك قدامى الرياضيين وممثلي هذه الأندية. طبعا الاجتماع شهد بيان شديد اللهجة موجه للاتحاد الليبي لكرة القدم. هذا الاتحاد قالوا أن قراراتي عشوائية، وأنه طبعا هناك تهميش وإقصاء لأندية الجنوب، وبالتالي طالبوا حسب البيان طالبوا بعقد اجتماع أو بعقد اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد، والتي يفهم منه أنه سيتم تغيير هذا الاتحاد الذي اتهم بأنه يقود أو يحرك الاتحاد من خارج ليبيا. أخي محمد، هذا أبرز ما حدث اليوم في سبها. أما باقي الأمور الأمنية في المدينة يعني تشهد هدوء،
لم نسمع أنه تم تسجيل أي حالة جريمة في هذين اليومين السابقين حسب ما أبلغنا به الجهات المعنية ومراكز الشرطة بالمدينة. محمد البكوش مراسل قناة ليبيا بانوراما من سبها، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وناقش عميد بلدية تازربو إبراهيم جدلة أمس الخميس مع أعضاء المجلس البلدي، ناقشوا الأوضاع الاقتصادية بالبلدية وسبل المثلى لتوفير السلع المدعومة. مسؤول الإعلام ببلدية تازربو عبد الكريم الزوي أكد أن الاجتماع تضمن استعراض أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بقطاع الاقتصاد والتجارة وتوفير احتياجات المواطن من السلع المدعومة. يشار إلى أن الاجتماع حضره مراقب الاقتصاد بتازربو ومدير قسم الشؤون الإدارية والمالية وقسم الجمعيات وموازنة الأسعار. افتتحت بالعاصمة طرابلس أمس الخميس فعاليات معرض ليبيا الدولية الأول لثمار وزيت الزيتون تحت إشراف وزارة الاقتصاد ومركز تنمية الصادرات وشاركة العديد من المدن والمناطق الليبية المختصة بأشجار الزيتون في المعرض. شاركت بعدد من الأجنحة منها مدن غريان وأجلة والخمس وزليتن وجال والواحات ومصراتة. يشار إلى أن فعاليات معرض الزيتون متواصلة حتى الخامس من شهر ديسمبر الجاري بمعرض طرابلس الدولي. نظم مركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بفندق الودان بطرابلس نظم ورشة عمل حول انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وذلك بحضور عدد من أعضاء المؤتمر الوطني والحكومة والمجلس الوطني للحريات العامة. المزيد في سياق هذا التقرير. شهد ملف حقوق الإنسان انتهاكات وخروقات وجرائم وتدهورت الأزمة الإنسانية، فمدن بأكملها هجر أهلها قسراً وظلماً وقصف بالطيران للمدنيين الآمنين، فكان لزاماً أن تقوم مؤسسات ومراكز لتقصي ورصد تلك الوقائع. ما زال الملف مفتوح وجرح مفتوح في الحقيقة في الدولة الليبية، يجب أن يلتئم سريعاً ويجب أن يدركه المسؤولون في الدولة، حكومة ومؤتمر ومؤسسة مجتمع مدني، يعني الموضوع هذا ما زال مفتوح. مركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان كان في الموعد، فعمل على تقصي ورصد وتوثيق الكثير من تلك الانتهاكات وبمجهودات ذاتية بعيدة عن الدولة، ولتقدم الحقيقة الغائبة عن الكثير من الليبيين نظم مركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان بفندق الودان بطرابلس ورشة عمل حول انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة الممتدة من مصراتة إلى مدينة زوارة. بالنسبة لمركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان قام بحلقة لعرض فيلم وثائقي على آلية العمل مركز تقصي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق الإنسان وما قام به من رصد وتوثيق لهذه الانتهاكات، وبصفة عامة كان الغرض منها هي تقديم شكاوى وتقديم، وأصلا بالنسبة للضيوف الذين تم استدعائهم هم مؤسسات مجتمع مدني، هم حكومة، هم دولة، فكان الغرض منا توصيل صوت المجني عليه إلى هذه الجهات لكي نتمكن بقدر الإمكان من إحقاق الحق. المركز عرض شريطا وثائقيا مرئيا يوضح الانتهاكات التي تمارس على المدنيين على أرض الواقع، كما استعرض في شريطه المرئي توثيق ضحايا قصف الطيران في العديد من المدن الليبية ومنها الاعتداء الإماراتي عام 2014. مجلس كيكلا كان من بين الحضور، وكانت كلمة المجلس تئن وتشكو من جريمة مهولة مورست على مدينة بأكملها. مدينة لم تعتدي يوما على جيرانها أو تخطو خطوة خارج حدودها الإدارية إلا للتعامل الإنساني. مدينة هجر أهلها قصرا في صباح يوم يجتمع فيه أهلها في أسواقها وينتظرون أطفالها إفطارهم الصباحي منكبين على كتابة واجباتهم المدرسية. إنه يوم عطلة أسبوعية أيها السادة،
يوم هاجمت فيه قبيلة الزنتان وجيش القبائل ومن يتبعهم على هذه المدينة، ورطخوا أيديهم الغادرة بدماء أبناء وشيوخ هذه المدينة. مشاهد وحقائق أليمة عرضها فريق المركز آسفين عن فضاعة المشهد، وكلهم يحذوهم الأمل أن توثق كافة الانتهاكات وألا يفلت الجنات من العقاب وتوفير إطار تشريعي محلي يضمن تفعيل حقوق الإنسان في ليبيا الجديدة. بعد توقف دام أكثر من عقد هاهية، بطولة أبو سليم لقفز الحواجز في حلة جديدة تجمع شمل الليبيين. المزيد في سياق هذا التقرير. رغم ما تعيشه ليبيا من مخاض عسير أمنيا وسياسيا، كانت أجواء مهرجان أبو سليم لقفز الحواجز المقامة بالعاصمة الليبية طرابلس مشبعة بالإثارة. فالمسابقة التي أقيمت على مضمار تحزم بجماهير غفيرة من كل الشرائح العمرية نجحت ولو نسبيا في بلوغ مبتغاها من لم شمل الليبيين. نتمنى من جميع البلديات تحظو حظو بلدية أبو سليم، لأن مثل هذه التظاهرات فرصة طيبة للم شمل الليبيين والتحام الليبيين والتقاء كل الليبيين في مثل هذه التظاهرات. بطولة أبو سليم للفروسية وقفز الحواجز ظلت لأكثر من عقد طي النسيان، ولم تحمل على عاتقها تنشئة الأجيال والناشئة باعتبارها من أبرز الألعاب الرياضية القادرة على صقل المواهب وتأطير ممارسها. البطولة هي من سنة 99 لم ما كانش لها أي دور، فهمتني؟ مهمش اللعبة هذه، فاحنا احتضننا هذه اللعبة للنهوض بالرياضة أولا والنهوض بالشباب ثانيا. المنافسة بلغت أشدها بين المشاركين الذين أتوا من كل حدب وصوب بغية نيل الفوز وتحصيل المراتب الأولى. هي هواية، فهمت؟ وهي في نفس الوقت طبعا الترتيب الاول هذا ما قصدي هذه كلها بفضل الله، وهذه كلها وهي شني حتى فنسبه حظ، عرفت؟ نجاح بطوله ابو سليم في دورتها هذه بدا جليا من خلال المظاهر الاحتفاليه، مظاهر خرجت بالمواطن الليبي من قهر السياسه ووجعها الى ابتسامه وفرحه رسمت على وجوه من واكبوا تاج العاب الفروسيه عند العرب. حصادنا متواصل وفيه استعدادات لانطلاق فعاليات مهرجان الطفل في مدينة درنا شرقي البلاد. عقد بمدينة زوارة ملتقى الحوار لأمازيغ ليبيا والذي شارك فيه أعضاء المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة، وذلك لغرض التشاور في بعض الأمور التي تخص المناطق الأمازيغية وللاستمتاع بالمقترحات المقدمة من هذه المؤسسات ومن كافة شرائح المجتمع لوضعها كخطط عمل باعتبار أن هذا المجلس تم اختياره لهذا الغرض. من جهته نفى رئيس المجلس أي اتصالات مع لجنة صياغة الدستور بشأن التوافق عليه أو مع المؤتمر الوطني العام بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة. المجلس الأعلى كان من ضمن برامجه التواصل
التواصل مع كافة شرائح المجتمع، ومن أولوياته اللي هو الاجتماع مع مؤسسات المجتمع المدني، تواصل مع القاعدة الشعبية، لأن المجلس الأعلى هو جسم منتخب من القاعدة الشعبية والفئة الشعب اللي هي المجتمع الأمازيغي. احنا طبعا اجتمع المجلس الأعلى هنا الاجتماع استثنائي، وكان وكذلك كان اللقاء أول ملتقى للمجلس الأعلى المنتخب مع مؤسسات المجتمع المدني في مدينة زوارة، هذا كان سبب الاجتماع. بالنسبة للمجلس الأعلى القرارات متاعها كلها يصدر فيها بناء على مؤسسات المجتمع المدني، لأن قرارات المجلس الأعلى بعدما أنه منتخب من الشارع فيجب أن تكون القرارات من الشارع. نظمت مؤسسة البوادي للتنمية الشاملة المهتمة بشؤون الطوارئ أمس الخميس، نظمت حفل إشهار للمؤسسة في العاصمة طرابلس بحضور أعضاء من المؤتمر الوطني العام وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني. الاحتفالية تضمنت عرضا مرئيا للمشاكل المعيشية بالمناطق التي يقطنها الطوارق خاصة في مدينة أوباري، إضافة إلى عرض نشاطات المؤسسات في مجال التنمية البشرية. وقال رئيس المؤسسة عبد الرحمن يحيى إن المؤسسة ستولي اهتماما بحل النزاعات الداخلية بين المكونات الاجتماعية مستقبلا، إضافة إلى تأهيل قدرات الشباب في أوباري ودمجهم في مشاريع اقتصادية واجتماعية تعود بالنفع على البلاد. الجدير بالذكر أن مؤسسة البوادي للتنمية الشاملة تعنى بالاهتمام بهوية الطوارئ باعتبارهم جزءا من مكونات المجتمع الليبي. وضعنا أهداف للسنتين القادمتين، وأبرزها إعداد أو إبراز كوادر قيادية لشباب الطوارق في جميع المجالات إن شاء الله بإذن الله تعالى، وذلك عبر دورات مكثفة ومتطورة يعني في مجال التنمية البشرية. يعني اختتمت الخميس دورة الإسعافات الأولية التي نظمتها إدارة الخدمات الصحية جالو بالتعاون مع منظمة الملك إدريس للأعمال الخيرية، وتم خلال حفل الاختتام توزيع شهادات المشاركة وشهادات الشكر والتقدير على المشاركين بالدورة بحضور مسؤولي إدارة الخدمات الصحية بجالو، وإلقاء محاضرات ودروس وبرامج عملية لطرق الإسعافات والعناية بالمرضى والمصابين. انطلقت بمدينة درنا الحملة الترويجية لمهرجان الطفل والذي سيقام بداية الأسبوع القادم، واشتملت الحملة على توزيع البطاقات على الأطفال وتوزيع الملصقات بالأماكن العامة والخاصة، كما قام أفراد من المهرجان بالنزول للمدينة بالأزياء التنكرية لدعوة الأطفال لحضور المهرجان، كما شارك في الحملة متطوع والهلال الأحمر والكشاف. يشار إلى أن مهرجان الطفل يهدف إلى إخراج الأطفال من أجواء الحرب وتوفير مناخ ترفيهي يعزز ثقافة الانضباط لديهم. تعتبر دولة الإمارات إحدى الدول الدخيلة على دول الربيع العربي ضمن سياساتها الخارجية في دعم الانقلابيين وضرب استقرارها. التقرير التالي يوضح ضلوع دولة الإمارات في نشر الفوضى في تونس. الإمارات ستعمل على ضرب الاستقرار في تونس، كان هذا عنوان التقرير الذي نشره موقع ميدل إيست آي نقلا عن مصدر تونسي. يؤكد هذا المصدر أن التحذير جاء من الجزائر وأن الإماراتيين جادون في مساعيهم لضرب الاستقرار في تونس، لكن موقع ميدل إيست آي نفسه وعلى أهمية ما ذكره من معطيات لم يأتي بجديد، إذ سبقه موقع الجمهور الإماراتي المعارض لسياسة أبوظبي، سبقه إلى الإشارة بوضوح إلى مخطط إماراتي لاغتيال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، كان ذلك بتاريخ 18 من نوفمبر تشرين الثاني. بعد نشر هذا المقال بأيام، ضرب انفجار انتحاري حافلة الأمن الرئاسي المكلف بحماية قايد السبسي مخلفا 12 قتيلا. يختلف المحللون التونسيون في فك شفرة هذا التحول في العلاقة مع من كان يعتبر قبل انتخابات العام الماضي في تونس
مرشح الإماراتي وحصانهم الرابح، لكنهم يتفقون على أنها تحرشت بالثورة العربية منذ انطلاقتها واستعدت من جاءت بهم جماهير الميادين للحكم بعد الثورات. بعد الانقلاب على مرسي بشهر واحد تحدث ضاحي خلفان بثقة تامة عن سقوط الإسلاميين في تونس بعد أقل من سنة ونصف، وانتقد واحتقر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي أكثر من مرة، حتى إذا طلب المرزوقي بالإفراج عن الرئيس المصري الشرعي محمد مرسي سحبت الإمارات سفيرها من تونس. كان ذلك قبل عام من الانتخابات التونسية، عام فعل فيه حكام الإمارات كل ما بوسعهم لدفع المنظومة القديمة في تونس إلى العودة مهما كان الثمن. كلمة السر في هذا الدعم اللامحدود: أسقط الإسلاميين في تونس وحاصرهم في ليبيا. كانت الانتخابات في تونس، فكان قائد السبسي رئيسا، وكانت النهضة شريكا له في الحكم، وكان رئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل ضيفه في تونس، شأنه شأن المفكر الإسلامي الليبي علي الصلابي. عبست الإمارات في وجه التونسيين وهي ترى أموالها ودعمها يذهب هباء منثورا، فغلقت حدودها من دونهم وقطعت تأشيراتها عنهم لدواع أمنية، أو هكذا يقول الإماراتيون، بينما يوقن التونسيون أن ملف الإسلاميين في تونس وموقعهم في ليبيا وسير الأمور فيما يخصهم بما لا يسر حكم الإمارات جعل هؤلاء يفقدون صوابهم، فيتحول الرئيس التونسي صديق الأمس عدوا مستهدفا بالتصفية. ننتقل بكم إلى حوصلة لأهم ما ورد على صعيد الساحة العربية والدولية. جدد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو رفض بلاده تقديم الاعتذار لروسيا على إسقاط طائرتها الحربية بعد انتهاكها للأجواء التركية، مطالبا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتوقف عن شن الحملات الإعلامية وفتح باب للحوار مع أنقرة. وفي كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام الأكاديمية الدبلوماسية في العاصمة الأذرية باكو، قال داود أوغلو أن لا ينتظر أحد من تركيا تقديم اعتذار، فنحن لن نقدم اعتذارا لأحد على حماية حدودنا. وصلت مقاتلات بريطانية جديدة قاعدة أوكرتيرو في قبرص لتعزيز السرب البريطاني الذي بدأ تنفيذ ضربات جوية في سوريا. وقد أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أمس الخميس أن بريطانيا سترسل طائرات تورنيدو وست طائرات قتالية حديثة من طراز تايفون خلال ساعات لتعزيز السرب الموجود في قبرص. ومن جهته أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان أن هولندا سيزور اليوم الجمعة حاملة الطائرات شارل دي غول الموجودة في قبالة سواحل سوريا، وسيلتقي على متنها العسكريين المشاركين في العمليات الرامية إلى تصعيد المعركة ضد تنظيم الدولة. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بعد أن دهس جنديين من قوات الاحتلال قرب رام الله في الضفة الغربية. كما قتلت قوات الاحتلال فلسطينيا زعمت أنه طعن جنديا وأصابه بجروح قرب قرية عبود غربية رام الله. واستشهد الشاب الفلسطيني بعد الاشتباه في دهسه جنديين إسرائيليين في بلدة سلود قرب مستوطنة عوفر شرقية رام الله. أما الآن فنترككم مع الجولة الرياضية. في جولتنا الرياضية لهذا اليوم، عقد الاتحاد الليبي لكرة القدم الاجتماع الأول بخصوص انطلاق الدور الليبي للموسم القادم، حيث كان الحضور كاملا لكافة أندية المنطقة الغربية وموافقة الأندية على إقامة الدور الممتاز للموسم الجديد بشريطة الدعم المالي من قبل الدولة للأندية. ووضع الاتحاد الليبي تصورا من خلال مكتبه التنفيذي لإقامة الدور الليبي الممتاز للموسم القادم مع حرية الأندية في التعاقد، بالإضافة إلى أن يكون العمل باللائحة القديمة من حيث انتقالات اللاعبين داخل ليبيا. قرر الاتحاد العام الليبي لكرة السلة عودة نشاط الدور الليبي لفئة الكبار للموسم الرياضي الجديد خلال شهر يناير القادم 2016. جاء ذلك في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة بطرابلس وإعادة تشكيل اللجان العامة. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على إعادة النظام الأساسي للاتحاد للعبة وعرضه على الأندية. احتضن نادي نجوم المحلة بمنطقة الجربولي الأربعاء نهائي بطولة الصداقة الودية لكرة القدم بمشاركة 17 ناديا وبحضور عدد كبير من محبي الرياضة، حيث جمعت المباراة النهائية نادي أبي الأشهر وفريق اتحاد الشرطة، وانتهى اللقاء بفوز فريق اتحاد الشرطة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وبهذا الفوز نال فريق اتحاد الشرطة كأس البطولة وتوج بلقب النسخة الأولى للبطولة.
تألق ليفربول ليتأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم بعدما سحق ساوثهامبتون بستة أهداف مقابل هدف بفضل ثلاثية من أورجي وهدفين من دانيال ستوريتش. وسيلتقي فريق كلوب الذي فاز الآن بسبع من مبارياته الثمان الأخيرة في جميع المسابقات مع ستوك سيتي في الدور قبل النهائي، بينما سيلعب مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي ضد إيفرتون في اللقاء الآخر بالدوري قبل النهائي عقب القرعة التي صحبت يوم الأربعاء. قال الاتحاد الدولي لكرة القدم إن اللجنة التنفيذية بالفيفا وافقت بالإجماع على إصلاحات لتحسين هياكل إدارة المؤسسة الدولية، ومن بين المقترحات وضع سقف لفترات البقاء في المناصب للمسؤولين البارزين من بينهم الرئيس والفصل بين المهام السياسية والإدارية. نهاية حصادنا لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين. المبعوث الأممي طالب أطراف الحوار بسرعة إنجاز الاتفاق السياسي، والمجتمع الدولي يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة في ليبيا. عقيل صالح يكشف عن وجود مساع للقاء رئيس المؤتمر نوري أبو سهمين، ويقول إن الصلح مطلب شرعي لن يرفضه. أعضاء حكومة الإنقاذ المصغرة يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر، وبلديات طرابلس في اجتماعها تطالب بصرف ميزانيتها. وأتابعنا أيضا، عمداء بلديات الجنوب يناقشون الأوضاع بالمناطق الجنوبية ويدعون البلديات الأخرى إلى المشاركة في اجتماع غد. وافتتاح معرض ليبيا الدولية الأول لثمار الزيتون في طرابلس. قدمنا لكم الحصاد من قناة ليبيا بانوراما من العاصمة الليبية طرابلس. دمتم في أمان الله.